احتفل الكوريون الشماليون بالذكرى 81 لميلاد الزعيم السابق كيم جونغ إيل الذي قاد البلاد 17 عاما قبل أن يرحل في أواخر عام 2011. أظهرت مقاطع مصورة بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية رجالا ونساء يرتدون ملابس تقليدية كورية ويرقصون في ساحة قيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ، وطلابا يرتدون زيا عسكريا ويسيرون في ملعب مغلق للاحتفال بالذكرى التي يطلق عليها يوم النجم الساطع.